أين أنت يا بنيتي؟ السلام عليكم ورحمة الله. عفوا سيدي، كنت أصلي وفرغت من صلاتي. تقبل الله منك. أنا ذاهب إلى السوق، وإن عدت ووجدت طعاما شهيا فلنا حديث قد يشرح صدرك. ألمحت إليه من قبل يا سيدي، واسمح لي أن أخبرك أنني لست بنيتك بل جاريتك. ها؟ إذن أنت؟ تكلم يا سيدي وافتح لي نافذة عما يدور بنفسك، فقد مضت الأيام و... تكلمي أكملي يا هيفاء، تكلمي. يمنعني الحياء، وقد يكون ما فهمته من تلميحات سيدي إنما هو من أوهام جاريتك التي تريد أن تطلق. عفوا سيدي، فما كان لجارية أن تتخطى الحدود؟ أهو الصدق يا هيفاء؟ أستحلفك بالله الذي كنت بين يديه أن... إنه الأمل والحلم، أعز أمنية إذا لم أكن واهمة، ويكفي أن أكون ملك يمينك. وما أرى منك غير العفة، أو هو الزهد في جاريتك؟ أما العفة فنعم، لكن الزهد فيك فلا. لا يا هيفاء لا، إنه الحب يا هيفاء جعلني أراك أميرة لا جارية. هيفاء، هل يرضيك أن أعتقك ثم أتزوجك؟ هل يسمح لي سيدي أن أصلي لله حمدا وشكرا؟ اسأليه سبحانه وتعالى أن يوفقني كي أسعدك وأسعد بك. أنت هيفاء جارية التاجر الشيخ بن مسعود؟ نعم أنا هي. سيدك كان ذاهبا إلى السوق، ولكنه وقع مخشيا عليه في الطريق. وأين هو الآن؟ حملناه إلى دار لإسعافه، ولكنه حين أفاق قليلا طلب أن يراك. لبيك سيدي وحبيبي، لحظات أبدل ثيابي وأعود إليك. الشيخ مسعود نفسه؟ إذا ماذا حدث وكيف حدث؟ ما بك أيها العجوز؟ ما الذي أحضرك إلى هنا؟ قالت هيفاء أنك سقطت في الطريق. اعذرني فإني لم أستطع أن أكون معها، لأني كما تعلم عجوز مريض. أنا سقطت في الطريق مغشيا عليك، فلما أفقت طلبت أن يأتوك بهيفاء. من قال لها هذا؟ رجل من حرس الأمير محمد. الأمير محمد؟ هيفاء أين أنت يا هيفاء أين أنت يا هيفاء؟ ماذا أفعل يا ربي؟ تذهب إلى رئيس الشرطة، فإن لم يكن تذهب إلى القاضي سليمان الغافقي. أذهب إلى الأمير محمد نفسه، لكن ترى من الذي اختطف هيفاء؟ من؟ يا مسعود هل جئت بما اتفقنا عليه؟ بل جئت بضعف ما اتفقنا عليه، ولكن من يدريني أنها ليست الخديعة. يا لك من أحمق، هات الدراهم أسرع. أخبرني أولا عمن انتزع هيفاء من داري. بل سأخبرك أين هي. بربك لن أنسى لك صنيعك هذا إن كنت صادقا. إن عدت إلى اتهامي بالكذب فأقسم أن أكون عوناً لمن اختطفها عليك. أعذرني،
اعذرني، فأنا قد تائه، بل أكاد أجن، أكاد أجن. خذ، خذ. نعم، هذا ضعف ما اتفقنا عليه. أخبرني، من أخذ هيفاء؟ أين هي؟ اسمه عروة بن محمود، وجاريتك في داري في ريد القصابين بماردة. لك عندي أغلى هدية إن وفقني الله إلى هيفاء. اصغي إلى ما أقول جيدا، وانظر إلى سيفي هذا. أعرف ماذا ستقول، أعرف. اغمده في قلبي. الذي يحب هيفاء، إن أنا بحت باسمك أو إن عرف إنسان ما قصتنا. إذن دعني أنصرف، ولا تتحرك من مكانك إلا بعد أن أبعد كثيرا. أغثني، أغثني، أعني يا أرحم الراحمين. سيدي القاضي، اذهب إلى الأمير محمد وقل له كتب إليك القاضي سليمان بن الأسود الغافقي في أمر حارسك الذي انتزع الجارية من دار صاحبها، فلماذا أبطأت عليه الجواب؟ نعم يا سيدنا القاضي، كلنا رهن طاعتك، ولكن ألا يحسن أن تنتظر حتى نعلن الأمير بحضورك؟ لن أدخل عليه ما دام لم يسعفني بما أحب من الإنصاف. أيليق بسيدنا القاضي أن يبقى أمام قصر الأمير حتى أرجع إليه؟ هذا كاتبي، أدخله أقرب غرفة في القصر. وأنت يا حمدون؟ أمر شيخنا القاضي. أخرج ورقة من حافظة أوراقك واكتب إلى الأمير من غير دباجة: هذه طريقي إلى أبيك أميرنا عبد الرحمن الخليفة في قرطبة، إن لم أجد ما أحب فيك من الإنصاف. سمعا وطاعة شيخنا القاضي. وامهر الرسالة بخاتمي، اصحبه أيها الحارس. أنا رئيس حرس القصر يا سيدنا القاضي. اصحبه يا رئيس حرس القصر. ألم أخبرك يا أرعن بما أعرفه عن ذلك القاضي؟ ألم أقل لك إنه صلب في الحق، مهاب في القضاء؟ نعم يا مولاي الأمير، إن القضاء جزء من الولاية تابع لك وإلى كورة مردى. القضاء جزء تابع لأبي الخليفة في قرطبة يا أحمق. ظاهر ما كتب يا مولاي الأمير يعني أنه يريد أن يسيء إلى معاملتكم بأبيكم، ثم لماذا لم يطلب الإذن ليشرف بمقابلتكم؟ إنه القاضي، وإن كان قد وعد وتهدد، ولكنك أنت الذي خدعتني. عروة يا مولاي الأمير من خيرة رجال حرس القصر، وإني أستطيع أن أقنعه بإرضاء صاحب الجارية. هذا شأنه والقاضي وصاحب الجارية، أخشى أن يقيم عليه حد الجلد أو يحبسه. هذا خير من أن يذهب ابن الغافقي ويفضح الأمر كله عند أبينا في قرطبة. سأصرف القاضي بما تأمر به يا أميرنا. بالحسنى، بل باسترضائي، وإن كان قد أبى أن يدخل علينا بل أنظرنا بما علمت. ألم تسمعوا ما قاله شيخكم القاضي؟ ما دام الأمير لم يعزل وهو لم يعزل نفسه، لماذا لا ينظر في قضايانا؟ أنت يا رجل. نعم يا شيخنا القاضي. ماذا دعاك إلى ما قلت؟ والله، والله لقد قالها رجل ماكر ثم تسلل خارجا. وماذا قال؟ العهدة علي؟ أتتحدث عن راوية يا رجل؟ أية عهدة؟ قال إن شيخنا القاضي لما نعوا إليه أميرنا الكبير عبد الرحمن كف عن النظر في القضايا. نعم، فقد كان رحمه الله يحب ما نحب من العدل والإنصاف، وقد رأيت أن شيئا قد اعتور نفسي بالحزن عليه فآثرت أن لا أقضي بين الناس. إذن
اعذرني يا شيخنا القاضي واعف عني. عفى الله عنك، اذهب. أنت هنا يا غافقي. اجلس يا أبا مصلح ولا تتصايح، فأنت على علم وفقه. ألم أحذرك أن يعتلي الأمير محمد أريكة الإمارة في قرطبة؟ والله لو كان أمير الأمراء في دولة المسلمين هنا في قرطبة وهناك في بغداد لحكمت بما حكمت به على حارسه الذي اختطف الجارية. يقولون إنك أسأت إليه وإلى حارسه بعد أن جلدته وحبسته. والله لقد أحسنت إليه، فإن زعم أني أسأت إليه فليلعق مزاعمه كلها. انتظر يا شيخنا، انتظر، يرحمك الله، فقد تقطعت أنفاسي. ما الذي جاء بك يا أبا مصلح؟ ألم أقول لك يا سيد الشيخ، كل من سبع باستدعاء الأمير محمد لك أخذه الخوف عليك. فلنسمع من هذا الذي جاء ليخيفنا أيضا. أذهب أنت إلى قرطبة؟ نعم يا أبا مصلح. أرى أن تخرق الأرض وتدخل فيها ولا تذهب إلى الأمير. لماذا يا رجل؟ أما علمت ما قدمت إليه من قبل في سجن ماردة؟ الدليل يا شيخنا ابن الغافقي. وسيبقى الحارس خاطف الجارية حتى يقضي أيام حبس قضيت بها عليه. أستحلفك بالله أن تعود معي إلى ماردة وترسل إلى الأمير كتابا تستعفي نفسك من القضاء. ذلك خور في الرجال يا أبا مصلح، ولا يليق أن يصاب به القاضي. الحذر وعدم إلقاء النفس في التهلكة. ماذا تظن أن يفعل بي؟ هو السجن. كبرت كلمة تنطق بها يا رجل. أي أمير هذا الذي يحبس القاضي حتى ولو طغى وبغى في الرعية؟ وأي قوة تمنعك منه؟ القضاء وهيبته وجلاله، مكانة الفقهاء، ثم الرعية، وفوق هذا كله فإن سولت نفس الأمير أن يغدر فالله من ورائه محيط. ما الذي يغريك بالقضاء يا شيخنا في عهد أمير لو استطاع أن ينصر حارسه عليك لفعل؟ إذن لم يستطع. فارجع يا حمدون بأبي مصلح. لا والله، ولو عرضوني على السيف. إذن فارجع أنت يا أبا مصلح، ووالله الذي لا إله إلا هو، لئن مس الأمير هيبة القضاء في شخصي لأطوحن بكتاب إعفائي أمامه ولا أجلسن في داري. وإن فعل؟ لا تعد إليها يا رجل، فالقاضي هو الذي يحكم بالجلد والحبس تنفيذا لشريعة الله سبحانه. والله يا أميرنا، لو عفوت عن حارسك لأعودن إلى بلدتي ولا أجلسن في داري. أنا لا أعني هذا. إذن لماذا تسترجع حكاية ذلك الحارس الآن؟ كنت أريد أن أعرف ماذا كنت ستفعل لو دخلت على أبي رحمه الله لتشكوني. الفعل حينذاك لم يكن ليصدر عني، وإنما كان سيصدر عن أميرنا أبيك رحمه الله. أكنت تطمع أن يناله إعجاب بك فيوليك القضاء؟ هل أشكو إليه ابنه الذي صنعه ونشأه ليخلفه، وأطلب إليه أن يبعث بك إلى مجلس القضاء، ثم أطمع بعد ذلك أن يوليني قاضيا؟ إذن هي المحاكمة؟ ماذا لو رفض أبي أن أذهب إلى مجلس قضائك؟ أشهد الله أني قد بلغت ثم أعفي نفسي. أخبرني الثقات
بأنك رجل صالح متقشف صلب في الحق مهيب في القضاء. ماذا وراء هذا كله؟ فيض من رضا الله. ما تقول لو وليتك القضاء؟ لا أرفض. ما تقول لو جعلتك مقدما عندي وتكون أول الداخلين علي حين تريد؟ أقول أصلح الله شأن الأمير ومكنه مما يصلح حال الرعية. دعوات من قاضينا الصالح أرجو الله أن يستجيب لها، ولكن لم تسألني عما أجريه عليك. يجوز للقاضي أخذ الرزق وقد رخص بذلك السابقون. استعملناك على القضاء وأنت الإمام والرائد، فاطلب. هل يسمح الأمير أن أذكر مما قرأت وما علمت عن ساداتنا الأوائل؟ علمني علمني، وأستحلفك أن تزورني من وقت لآخر، تعظني وتأخذ بيدي. ماذا عن الأوائل يا قاضينا؟ بعث الفاروق عمر إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح حين بعثهما إلى الشام أن انظر رجالا صالحين من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وأوسعوا عليهم وارزقوهم واكفوهم من مال الله. لك ما تريد من بيت المال. يا شيخنا القاضي يا شيخنا القاضي، أستغيث بالقاضي من بدرون. من بدرون هذا؟ الذي يدعي أنه أعز على الأمير محمدا من أهله. ها قد عرفناه، فما ظلمتك؟ رهن أبي دارا لبدرون، ولما مات أبي ورثتها أنا، وأريد أن أدفع ما على أبي وأخذ الدار، لكن بدرون يريد أن يبيعها لجارنا أو يوسع به داره كما يدعي. هذا ليس من حقي. ائتني بشهيدين يشهدان أنك عرضت عليه دفع ما على أبيك. أدفع أمامك يا شيخنا القاضي أو أتركه عندك حتى يحضر. أحسنت والله، لكن فلنسمع من بدرون أيضا. احملي منه. عودي إلى دارك مطمئنة وسوف نرسل في طلبه. بدرون المقدم على كل من في قصر الأمير يستعصي عليه أمر كهذا؟ نعم يستعصي، ويكفي أني جعلت الأمير يأتي بك من ماردة ويجعلك رئيس حرس الخلافة. والحارس المسكين عروة؟ إنه عاشق متيم، بل هو مجنون، ومع ذلك سأنتهذ لحظات يحلو فيها لمولاي الأمير أن يعطف عليه ويعيده إلى وظيفته. أتدري أن عروة قد قدم إليك أغلى وأكبر جوهرة في تاج الحسن وهو لا يدري؟ ثم أتدري أنه لم يعد يحب تلك الجارية هيفاء، وأنه يريد أن يثأر من صاحبها؟ ماذا يريد؟ أنا الذي أريد بعد أن راودني خاطر الآن. قد يكون مولاي الأمير في حاجة إليها الآن، فتحدث. ماذا لو رأيت الجارية هيفاء؟ هب أني رأيتها، ماذا بعد؟ وهل يمكن لها أن ترك؟ ماذا تريد من وراء تلك الألعوبة؟ أريد أن ترى الجارية هيفاء، وبعدها ستعيد عروة إلى وظيفته، بل وقد تسعى عندها مولانا الأمير بأن أكون أنا نائب رئيس الحرس، أو قل رئيس الحرس. في جوار القصر ملكات حسن، والأمير لا يرد لي طلبا. أيها الماكر تكلمي يا امرأة. لولا خوفي من القاضي وخوفي من أتوسل إليك ترد لي داري. لا أعرف سر خوفك مني، ثم ذلك الذي خشيت أن تذكر اسمه. ارفعي من صوتك. كل الناس تعرف ما أعرفه، لكنهم مثلي يخافون. أنت الآن أمام القاضي، فتكلمي بصوت عال.
بدرون عين الأمير في قصره، يرى ويسمع ثم يخبره الأمير، إنه ذكي. ها قد سمعت منك، فاذهبي إلى دارك مطمئنة. هو لن يأتيك يا سيدي القاضي أبدا. بل سيحضر. متى يحضر؟ أمهليني 7 أيام لا تزيد. وإذا لم يحضر؟ أفسحت لك صدري، فلا تجعليه يضيق بك. إن لم يحضر فسيكون لي معه شأن آخر. اذهبي إلى دارك مطمئنة. الصدق يا هيفاء، أستحلفك بالله الذي كنت بين يديه أن إنه الأمل والحلم، أعز أمنيتي إذا لم أكن واهمة، ويكفي أن أكون ملك يمينك. وما أرى منك غير العفة، أو هو الزهد في جاريتك؟ أما العفة فنعم، لكن الزهد فيك فلا، إنه الحب يا هيفاء، الحب جعلني أراك أميرة لا جارية. فهل يرضيك أن أعتقك ثم أتزوجك؟ إنه الحب يا هيفاء جعلني أراك أميرة لا جارية. إنه الحب يا هيفاء جعلني أراك أميرة لا جارية. إنه الحب يا هيفاء جعلني أراك أميرة لا جارية. إنه الحب يا هيفاء جعلني أراك أميرة لا جارية. والله صوت سيدي. هيفاء. هو والله صوت سيدي. هيفاء. صوت سيدي. هيفاء. هو والله صوت سيدي. هيفاء. هو والله صوت سيدي. هيفاء. هيفاء. لبيك سيدي. نحن في النصف الأخير من الليل. هل نمت وصحوت؟ لا يا هيفاء، إنه السهد والأرق. السهد؟ نعم يا هيفاء، لا أدري لماذا خاصمني النوم الليلة.
أنا خاصمني النوم منذ... منذ متى يا هيفاء؟ منذ انطفأت فرحتي وضاع الأمل. هل أسأت إليك أنا يا هيفاء؟ ليتك ذهبت بي إلى سوق الرقيق حتى لا أراك ولا أسمع صوتك. ماذا؟ ماذا تقولين يا جارية؟ نعم أنا الجارية، لكنك لا، لن أكون إلا الجارية. عفوا خدعتني نفسي، ولكنك أنت أيضا يا سيدي خدعتني. الليلة، الليلة أريد أن أنقذ نفسي من العذاب الذي أعيشه، وأقسم ألا. حقا يا سيدي تعاني مما أعاني؟ إذن لماذا تهجرني؟ لماذا نكست العهد؟ ما ذنبي إذا كان الذي حاول أن ينهش جسدي؟ حاول أن ينهش جسدك، حاول أن ينهش جسدك. قلتها قبل ذلك يا هيفاء، ولكن لا أدري لماذا لا أطمئن إليك. والله والله يا سيدي لقد دفعت عن نفسي بكل ما أستطيع من قوة. يكون قد أرغمك. ماذا أفعل حتى أريك البرهان؟ ثم لماذا تسيء الظن بما أقول؟ لا أستطيع أن أكمل يا سيدي أكمل. أريد أن أثأر لعرضك من ذلك الذئب، وقد علمت أنه خرج من السجن. لم يمس عرضي ولعق الفتاة بمحاولات كان يريد معها أن أخضع، لكني رعيت الله وقاتلت بالناب والظفر حفاظا على عرضك وعفة حبي لك. ماذا تقولين؟ إنك لم تقولي لي مثل هذا الكلام قبل ذلك. لأنك رددتني عنك في هجر واضح، بل وكرهت أن تنظر إلي مما ألهب حبي لك. هيفاء. نعم يا سيدي فقد أكبرتك لما رأيتك الأسد الذي يرفض أن ينال من فريسة أكل منها ذئب. أعني ظن أن الذئب التهم بعضها. ما دام الأمر كذلك لماذا تركتني أعيش الألم تتلاعب بي الظنون؟ خشيت أن أتمسح بك فتصدني. أتقسمين إنك كنت وما زلت على العهد وفيا؟ وأشهد الله على ذلك. إذن سأدعو أختي غدا لتجلوك عروسة لي، وأشهد الله أنك قد أصبحت من الحرائر. والله لو كان القاضي سليمان ابن الأسود الغافقي هنا في بلدتنا لشهد عقد قرانك. دقت بالأمر يا شيخنا القاضي، وأقولها الآن ولو حبسني الأمير. سمعتها منك وتأكدت بنفسي أن بدرون هذا له منزلة عند الأمير. إذن لن يحضر مجلس القضاء؟ أعذرته ومع ذلك لم يحضر، ويزعم أنه مشغول بأمر أميرنا وليس عنده وقت. لماذا لا يبعث بوكيل عنه يا شيخنا القاضي؟ لا أقبل، ولا بد أن يحضر، ولو سعيت إلى قصر الأمير بنفسي. عفوا شيخنا القاضي. أعرف ما تريد قوله، وأنا لن أذهب إلى قصر الإمارة أشكو ذلك البدرون الصقلبي، وإنما لي معه شأن آخر. أرجو أن تضرب لي بوعدا يا شيخنا القاضي، لن يكون من بعده تأجيل. لي عندك حاجة هي آخر سهم أرمي به ذلك البدرون. سأكتب إليه وأمهر كتابي بتوقيعي، وتحملين أنت هذا الكتاب. أنا يا شيخنا القاضي؟ نعم، لقد رأيت أن لا أشكو هذا الخادم إلى الأمير ما دام مقربا إليه. ماذا ستفعل يا شيخنا القاضي؟ ستعرفين كل شيء عندما تذهبين إليه بكتابي وعليه توقيعي. لن يعود الحارس عروة إلى الخدمة أبدا، ولن أغضب ذلك القاضي. أي قاضي تعني؟ وما شأن عروة إذا كان قد جلد وحبس؟ خذ واقرأ، إنه يتهددني.
أخبرني أنت. دار بالجوار داري، ادعت امرأة أنها ورثتها مع أن أباها قد أخذ ثمنها مني قبل أن يموت. اذهب إلى القاضي وقدم له البينة أو الشهود، وأنا أشهد معك. لن يقبل شهادتك. أنسيت من يكون؟ إنه سليمان بن الأسود الغافقي الذي أمر الأمير أن يحضر إليه فلم يحضر. وماذا ستفعل؟ أريد أن أحدث الأميرة أن يرسل إليه أن يقبل وكيلا عني. قف وتعال معنا بأمر القاضي. ابتعدوا عن طريقي، وإلا ناديت حرس القصر ليفعل بكم الأفاعيل. قف أيها الرجل ولا تتحرك. أتجرؤ أن تفعل معي هذا وأنا خادم الأمير؟ إنه أمر القاضي الذي عصيته يا بطرون. لن أسير معكم، والله لن أسير معكم أبدا. ستسير وسنجبرك، ولو أرغمناك التراب فهو أمر القاضي. أي قاض هذا؟ والله لن أسير معكم قبل أن أخبر سيدي الأمير. هيا لا جرب، خذ هذه على عاتقك حتى تعرف من القاضي. لقد أناخته ضربة، هيا جروه معي. لا 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 لا، سأسير معكم، لقد كسرت عظامي. نعم لقد كسرت عظامي. أريد الآن من يجبر عظام عاتقي. يجبر، هيا جروه معي. عظام عاتقي. أنت الأحمق بطرون الصقلبي، غلام الأمير. نعم يا سيدي، ورجالك قد كسروا عاتقي، بل أشعر وكأن عظامي تصرخ من الألم. عصيتني يا لئيم، وكنت قد أرسلت إليك بكتابي وطابعي. لم أعصك يا سيدي، ولكنها المرأة قد عرفت بتأخيري. ورب هذا البيت، لو صح عصيانك عندي لأدبتك. والله ما عصيتك، لكنه عملي عند الأمير. أنصف هذه المرأة. أوكل من يخاصمها عني، فأنا مشغول بأمر الأمير، وشيخنا القاضي يعلم ذلك عني. لا شأن لي بعملك عند الأمير، ولا أقبل أن يكون عنك وكيل عندي. أفعل ما يأمر به شيخنا القاضي، ولا أعصي له أمرا. أنصف هذه المرأة واستمع منها إلى دعواها، وإن كنت قد أعذرتك. لا أسمع، والدار لها الآن، تذهب إليها وقت ما تريد، المهم أن أنصرف الآن. والرهان الذي لك عند أبيها؟ هو لها، ولن ينالني شيء منه، وإن اعترضتها في شيء فلشيخنا أن يفعل ما يريد. هل أنصرف الآن؟ انصرف. بدرون، ماذا حدث لك؟ أدركني بطبيب يا مولاي الأمير يجبر كسر عاتقي. اهدأ واجلس. عفوا، أذنت لك فاجلس، وسأتيك بمن تريد. أخبرني أولا، هل اعتدى عليك أحد؟ رجال القاضي تربصوا بي عند منعطف قريب من رحبة قصر الأمير، وكسروا عاتقي وأخذوني إلى القاضي. هل استدعاك القاضي لأمر ما؟ نعم، من أجل امرأة ودار كانت رهينة، وكنت أريد شراءها فرفضت، ولكن الأمر انتهى أمام القاضي. كيف؟ لن أمضي مع تلك المرأة في دعواها أبدا، حتى لو أخذت داري التي أسكنها، ولن أعود إلى هذا القاضي أبدا. ولا بد وأن تنصفني أيها الأمير من القاضي. خفض عليك يا بدرون،
وأنت أعلم من يعرف مكانتك عندي. مكانتي عند الأمير إن أنصفني من القاضي. نعوضك عن الضار، تسألنا حوائجك نجيبك إليها. لا أريد عوضا ولا أريد شيئا يا مولاي، الأمير يغدق علي ولكن القاضي. أما معارضة القاضي في شيء من أحكامه فهذا باب أغلقناه ولم نجيب أحدا من أبنائنا أو من أهلنا أو من أبناء عمنا فضلا عن غيرهم. القاضي أدرى بما فعل،